مساء الخير جارتنا. في حرامي بالبناية ليكون دخل لعنكم. ايه حرامي؟ شو جاب الحرامي نحن لعنا؟ بعدين شو في عنا شي ينسرق اصلا؟ يعني ما شفتوا حدا دخل لعنا من الشباك من على طرف البناية؟ ايه نعم. وبعدين مر من جنب شباكون وطلع من على المنور. ايه نعم. ليكو الشباك قدامك يا جارنا مسكر، منين بده يمرق الحرامي؟ ان شاء الله ما سرق لكم شيء. ما بعرف يعني، انا فقت بالليل مشان اشرب، انت لقيت يعني الغراب تبع البيت مقلوبه قلب كلياتها. الله يصلحك جارنا، كيف ما حسيتوا عليه بيظهر غرقان من النوم كله. هي ساعتي شو جابها لايديك؟ ساعة هي جاب لي اياها ابني احمد مشان شوف الوقت فيها. ومن هذا اللي متغطي ونايم عندكم على الكنبايه؟ ابن اختي ضيف عنا. احمد؟ يا احمد؟ يا احمد؟ ما؟ يا احمد؟ ايه لا تفيق لي ابني نايم. خير شوفي. شوفي ما بعرف. لك شو فقتوا؟ شو صاير عندكم جيراننا؟ شو؟ ليش زحلين الكنبايه؟ وهي السكين شو جاب على الارض؟ شو هذا المكسور؟ شو الحبل هذا؟ شو؟ ما في شي جارنا، ما في شي. نحن بدنا نلف السجادة، كنا قامت وقت مزارية وطلع بجنا. شو لعبجة ولعبجة يا رب. سجادة وبالصيف؟ شو؟ دم؟ دم؟ يبعت لا إلهي الرضا سمع، راحت وكسرت أنية المناكير على الشرشف إجيت. ها؟ ونكير على جبينه؟ جار تفضل لنحكي لك القصة من أولها لآخرها. نحن هيك صار معنا بالمختصر، أحمد ابني ما له ذنب. يعني الساعة اللي لابستي يا ساعتي؟ ما بعرف، لقيتها معه. إذا قالك خدع عيني. إيه لي؟ إيه، وكمان كان في معه ذهب. طلعهم؟ ذهب؟ إيه، لحظة، هذا سلسال فرحان. هذا ما لي شغل فيه، هدول ذهبات ذهبات. لا لك شو صار لك جارنا؟ هدول ذهباتي وذهبات بنتي سمار. ها؟ ماشي الحال، جبت لكم خذوهم. بس من نادي للشرطة بتجي لهون وبتشوف هذا الذهب لمين؟ لك جارنا لايش الشرطة؟ خذ ذهباتك، أعطينا ذهباتنا. جارتنا هدول الذهبات كلهم أخذهم من بيتنا. لك شو صار لك جارنا؟ شو ما بتعرف ذهباتك من ذهباتنا؟ ولا بدك تتشاطر علي؟ هلا وقتها. يعني إحنا هلا بالذهب ولا بهالمصيبة؟ لك ابني مالك شايفه شلون عم يتبلى علينا؟ امي مالكم غير تخبروا الشرطه؟ مزبوط، احسن شيء نخبر الشرطه. لك شو الشرطه؟ شو الشرطه؟ لك بدكم يعني ارسب السنه كمان؟ خلاص رسبت السنه، انبسطوا، انبسطتوا؟